السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر شعبان من عام 40 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نحن في هذه الأيام على مقربة من شهر كريم وموسم عظيم، ألا وهو شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يمن علينا وعليكم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يصلح أحوال المسلمين ويحقن دماءهم، ويجعله شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. ولهذا فإن من المناسب الحديث عن هذا الشهر الكريم، عن آيات الصيام وأحاديث الصيام وشيء من مسائل الصيام وأحكامه. وقد أحسن الإخوة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإقامة برنامج يخص هذا الشهر الكريم بعنوان الصيام مسائل وأحكام. وها نحن اليوم نستفتح هذا البرنامج بالحديث عن الصيام وأحكامه وحكمه ومسائله المتعلقة به. أولا، كيف نستقبل الشهر الكريم؟ شهر رمضان نعمة من نعم الله على العباد، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. فيستقبل هذا الشهر بأمور: الأمر الأول الفرح والاستبشار والاغتباط والابتهاج، أن من الله عليك أيها العبد فنسأ في أجلك حتى أدركت هذا الشهر الكريم. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فكم من أناس تمنوا بلوغ هذا الشهر الكريم وحال بينهم وبينهم الموت، هادم اللذات ومفرق الجماعات. ثانيا، الفرح: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثالثا، يستقبل الشهر الكريم بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة من التقصير في حقوق الله أو في حقوق عباد الله، فمن قصر في تحقيق التوحيد واتباع السنة ولزوم منهج السلف الصالح، وقصر في الصلاة مثلا، في الزكاة، في الحج، في أعمال الخير والبر، وارتكب بعض الذنوب والمعاصي، فهي فرصته. رمضان فرصة للتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا من عدا
ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في قرآنه: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إن تغفر اللهم تغفر جمع، وأي عبد لك ما ألم، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فيا من قصر في الصلاة بادر، يا من قصر في صلة الرحم بادر، يا من حمل قلبه الحسد والحقد والغل والبغضاء والشحناء على أحد من المسلمين بادر، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات، استجيبوا لله، وهكذا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يا من وقعت في أعراض إخوانك المسلمين، كذبت، اغتبت، سعيت بالنميمة، بادر بأن تستحلهم وأن تستبيحهم مما نلت منهم من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار ولا متاع، فيتبين الإفلاس الحقيقي. فرمضان فرصة للتوبة إلى الله من جميع الذنوب في حق الله وحقوق عباد الله. رابعا، يستقبل رمضان بالهمة العالية، بالهمة والمسارعة والمبادرة والتصافي والتسامح والعفو والصفح والغفران بين الناس. يستقبل رمضان بالأمة الواحدة التي تجمعها شعيرة الصيام وتستقبل البيت الحرام، فلا خلافات ولا مذهبيات، وإنما يجمع الناس العقيدة الصحيحة والكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، رمضان فرصة لحقن دماء المسلمين ووضع السلاح أمام المتقاتلين، فأمة الإسلام أمة الأمن وأمة السلام، وتعزيز الأمن بين المسلمين مطلب ضروري لا تقوم الحياة إلا به، ومكافحة أي بوادر للعنف أو للقتل أو لإزهاق النفوس المعصومة أو للتطرف والغلو والإرهاب، فإن أهل هذا النهج مدحورون. وإننا نحمد الله أن من على بلادنا بتطبيق الحدود الشرعية على كل مفسد في الأرض وعابث بالأمن ومخالف ومفارق للجماعة. فليتنبه المسلمون، فرمضان فرصة لتعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والجفاء، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ليس استقبال رمضان بالنزول إلى الأسواق وشراء ما لذ وطاب، وإن كان هذا من الطيبات التي أحلها الله، لكن ينبغي أن نستقبله بالهمة والعزيمة والتوبة والإقبال على الله والمحافظة على صلاة الفريضة وصلاة التراويح وحسن الصيام. حسن الصيام بالإمساك عن المفطرات الحسية والمعنوية، الحسية مثل الأكل والشرب والجماع، والمعنوية مثل حفظ اللسان والوقوع في الغيبة أو النميمة. يجب على المسلم أن يحفظ صيامه،
إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي نظري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمى، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. ولهذا فإنها دعوة لوسائل الإعلام والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي أن تستقبل هذا الشهر بأن تبني ولا تهدم، وتجمع الأمة ولا تفرقها، ولا تكن فرصة للشائعات المغرضة والافتراءات الكاذبة أو ما يصد الناس عن دينهم من حرب الشهوات وحرب الشبهات. فليتنبه المسلمون لحقيقة استقبال الشهر الكريم، إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل، فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتدعو طويلا فلا تقبل. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يا من ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن ورتل فيه مجتهدا، فإنه شهر ترتيل وقرآن. وانظر إلى من صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدان. سلام وأهلا وسهلا بشهر الصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام. فاغفر اللهم ذنوبا سلفت وتجاوز عن خطايانا العظام. الصيام في اللغة الإمساك، ومنه قول الله عز وجل في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجوما، يعني ممسكة عن الصهيل، وخيل ليست كذلك، أو ممسكة عن السير والجري والسباق، وخيل ليست كذلك. الصيام في الشرع في الاصطلاح إمساك بنية مخصوصة عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. إمساك يعني عدم تناول للمفطرات، إمساك عن أشياء مخصوصة. الأشياء المخصوصة المفطرات الحسية والمعنوية، ويأتي في مقدمة المفطرات الأكل والشرب والجماع. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. بنية مخصوصة، النية هي التي تميز صيام الفريضة عن كونه عبادة من كونه عادة. حين اللي يصوم مثل ما يصومون الناس ما يكسب الأجر بقدر ما يعقد النية أنه يمسك عن المفطرات ابتغاء وجه الله عز وجل واستنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابتغاء الأجر من الله، ثم إن النية تبين الفريضة من النافلة وتحدد الصيام ونوعه. وهل يكفي نية واحدة، هل يكفي نية واحدة عن الشهر كله، أو في كل يوم يحتاج إلى نية؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنه يكفي نية واحدة. ينوي الإنسان أنه يصوم رمضان 30 يوما أو 29 يوما، فيكفيه هذا، وهو عند السحور يعقد النية بقلبه، ولا حاجة إلى أن يتلفظ، ما حاجة أن يقول نويت إني أصوم هذا اليوم الاثنين لوجه الله تبارك وتعالى، فإن هذا مجرد الإمساك واستحضار النية بقلبه يكفي إن شاء الله. ما حكم صيام شهر رمضان؟ حكمه ركن من أركان الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فصيام رمضان الركن الرابع من أركان الإسلام، فرض واجب معلوم من الدين بالضرورة. ما دليله؟ ما الأصل في مشروعيته؟ دليله القرآن والسنة والإجماع. القرآن قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه أدلة الوجوب، لام الأمر، فليصم. وفي أول الآيات كتب، يعني فرض. والله عز وجل في آيات الصيام ابتدأها بالنداء، نداء أهل الإيمان، فإن هذا النداء أقرب إلى أن يستجيبوا لهذه الفريضة. شرفهم بنداء الإيمان: كتب عليكم الصيام. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذن من أوجه استنباط وجوب الصيام في آيات الصيام: أولا الندى، شرف الإيمان، كتب فرض، عليكم على تعني الوجوب، وتقديم العامل دليل على التأكيد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أبلغ من يا أيها الذين آمنوا كتب الصيام عليكم، مثل ولله على الناس حج البيت، هذا دليل على زيادة التأكيد. كما كتب على الذين من قبلكم، يعني لستم بدعا من الأمم، الصيام شرع حتى للأمم الماضية، لليهود والنصارى، كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. وفي هذا دليل على أن هذه الشريعة ماضية، شريعة الصيام على الأمم من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل في مشروعيته. ثم قال: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، وش ما المراد بها؟ هذه الحكمة، الحكمة من مشروعية الصيام. لعلكم، العلة، الحكمة، لعلكم تتقون.
تتقون. فالصيام سبب للتقوى، طريق للتقوى، وتقوى الله عز وجل هي وصيته للأولين والآخرين من عباده. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد أجمع المسلمون الإجماع، أجمع المسلمون على وجوب الصيام، فمن أنكر وجوبه كفر، لأنه يكذب بالقرآن ويكذب بالأحاديث ويكذب ويخالف إجماع المسلمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن الحكمة في مشروعية الصيام مع التقوى أن فيه تزكية للنفوس وتطهيرا لها وتنقية لها من الأخلاط والأخلاق الرذيلة. ثالثا، الصوم يضيق مجاري الشيطان في البدن، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والأكل والشرب يزيده. أما إذا أنه صام فإن ذلك يقلل من شهوته. وفي الصيام تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة، وفي الصيام باعث على العطف على الفقراء والمساكين الذين كل دهرهم صيام، ليس عندهم ما يسد رمقهم. فيا أيها الغني ويا أيها المترف، إن لك إخوانا من الفقراء والمساكين، فالصيام جاء لتحس بالجوع مثلهم وتحس بآلامهم. وفي التعريف قلنا إمساك بنية مخصوصة عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، وهذا الزمن من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا متى يبتدئ وجوب الصيام؟ من طلوع الفجر. إذا أذن المؤذن الفجر الثاني، كما في حديث عبد الله بن أم مكتوم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الخيط الأبيض البياض، هو خيط المعروف البياض المعترض في الأفق، هذا قبل أن يعرف الناس اليوم الكهرباء والأنوار، وينتهي بغروب الشمس. إذا أذن المؤذن المغرب تفطر. وبعض الناس يزين لهم الشيطان فيقعون في الشذوذ عن جماعة المسلمين بدعوى الاحتياط، يقول لك لا أنا أبمسك قبل الفجر بربع ساعة وثلث ساعة لأني أخشى إن الفجر قد دخل قبل ذلك. لا يا أخي، الصوم يوم يصوم الناس، والإمساك يوم يمسك الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وهو محدود بالأذان. أو بعض الناس المغرب ما يفطر، ينتظر، يقول أخشى أن الشمس ما غربت. هذا كله من الشيطان، فليحذرها المسلم. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، إذا قال الله أكبر نفطر، وهذه هي السنة. ومن الأدلة على وجوب الصيام قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا في بيان الوقت.
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يتبين لكم الخيط الأبيض أي يتضح نور النهار أو بياض النهار من سواد الليل. متى يبدأ وجوب الصيام؟ يعني كيف نعرف إن الشهر دخل؟ نعرفه بأحد ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى رؤية الهلال. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه أنه يصوم، كما ينبغي له أن يبلغ المحكمة الشرعية. ولهذا مجلس القضاء المحكمة العليا قبل شهر رمضان بيوم تدعو الناس إلى ترائي الهلال، ومن رآه يتصل بالمحكمة أو بأقرب مركز، ثم متى ما ثبت لدى المحكمة العليا أبلغت ولي الأمر، وولي الأمر يصدر البيان أنه جاءنا من المحكمة العليا ما يلي: أنه ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر رمضان ولو برؤية رجل واحد، ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر بلالا أن يؤذن للناس بأن يصوم. وأيضا حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله رأيت الهلال. فإذا رؤي الهلال برؤية رجل واحد فإنه يصوم لرؤيته المسلمون. أما خروج الشهر لابد من اثنين. لماذا؟ لأن ثبوت الشهر بيقين، ولا نخرج من اليقين إلا بيقين مثله، ولا يكون ذلك إلا برؤية شاهدين أو رجلين عدلين. الطريقة الثانية التي يثبت من خلالها الشهر الشهادة على الرؤية. أنا ما رأيته، لكن قال لي أحمد وهو ثقة عندي أنني رأيته، فأنا أشهد، ويشهد مثلا رجل أو رجلان على هذه الرؤية، أو يخبر بها ويخبر بها الثقة العدل فيصام برؤية هذا العدل. فإذا الأول الرؤية، والثاني الشهادة على الرؤية، أن يشهد رجل من المسلمين أو رجلان، والرجل يكفي في الدخول لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم. الطريقة الثالثة في ثبوت الشهر إكمال العدة. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 يوما أو 30 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. واضح. وهذا نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. ما هي شروط الصيام؟
شروط الصيام خمسة. أولاً الإسلام، فلا يصح الصيام من كافر. اثنين البلوغ، بلوغ 15 سنة أو البلوغ بإحدى علامات البلوغ المعروفة. الثالث العقل، فالمجنون لا يطالب بالصيام. البلوغ، ما حكم الصيام من الصغير؟ طيب، الصيام من الصغير لا يجب عليه لكنه يعود عليه، وكان السلف رحمهم الله يعودون أبناءهم الصيام. وكذلك قلنا العقل، لأن المجنون ما عنده نية، ونحن قلنا إنه الصيام لابد فيه من نية. الرابع من الشروط القدرة على الصيام، القدرة على الصيام بأن يكون قادر سليم، ما هو مريض. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الخامس الحضر، شرط الخامس الحضر، أن يكون حاضر مقيم وليس مسافرا. أما المسافر فإن له الرخصة في أن يفطر ولا بأس في ذلك، لا سيما إذا كان حفظكم الله الصيام يشق عليه حتى لو سافر بالطيارة، والصيام يشق عليه فله الفطر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا في معنى قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم في قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالجمهور على أنها محكمة، وهي في حق المريض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي في حق المريض والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. وقرئ يطيقونه، وقرئ يطوقونه بالفتح، وقرئ بكسرها، وهي قراءات معروفة. إذن المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض، وهذه المرأة كذلك تزيد شرطا وهو عدم الحيض، لأن إذا جاءها الحيض فإنها تفطر. والنفساء كذلك لا تصوم، هذه من الرخص التي رخصها الله عز وجل. وكذلك الذي يغمى عليه، يعني عقله يحضر ويغيب، أيضا لا يلزمه. المريض اللي يرجى برؤه بعد رمضان، يتوقع أنه يشفى بإذن الله، هذا يصوم فعدة من أيام أخرى بعد رمضان. واللي ما يتمكن، كأن يكون مرضه دائما، عافانا الله وإياكم، الأمراض الخطيرة التي لا يرجى برؤها بعد رمضان، هذا يعدل للإطعام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يخرج عن كل يوم إطعام مسكين، مد من البر أو نصف صاع من غيره، أو وجبة غدا أو عشاء سحور أو فطور، عفوا غدا ما في رمضان غدا، سحور أو فطور، يعزم له مسكين. وإن أخرجه يعني يمكن كيلو ونصف عن كل يوم، الشهر القطمة الكيس اللي في 45 كيلو، يخرج في أول الشهر عن المريض أو في وسطه أو في آخره، لكن خروجه أول الشهر أحوط وبراءة للذمة. هذه بعض المسائل في الصيام.
طيب، والصيام فيه الأداء يحكي القضاء، الأداء أو القضاء يحكي الأداء، يعني يصوم اللي ما يتمكن بعد رمضان، والمسافر والمريض ينظر في مدى المشقة. ولكن بعض الناس يشق على نفسه، بعض الناس عنده مرض مثلا الفشل الكلوي ويشق على نفسه، يا أخي الحمد لله الدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، أو شيخ كبير يمكن عمره 80 أو 90 وتجده يصوم، لا يا أخي الحمد لله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، عليكم برخص الله التي رخص لكم، فلا تشق على نفسك أيها المسلم، الدين دين اليسر. في أي الآيات جاءت آيات اليسر؟ جاءت في آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قبلها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بدء الصيام ونهايته عرفنا أنه يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أول ما فرض الصيام فرض على التخيير، ثم جاء الوجوب، التخيير بين الإطعام وبين الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. من أول شرعية الصيام كان بالتخيير، إما أن تصوم وإما أن تطعم، ثم جاء الأمر بالصيام. ومن المفطرات أيضا في أول مشروعية الصيام، كان المسلم إذا صام فإنه إذا أذن عليه العشاء يمنع من جماع أهله، إذا نام أو حضرت العشاء يمنع من الجماع، ويكون الجماع مفطرا في أول مشروعية الصيام. ثم نزل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، يحق لك الأكل والشرب والجماع إلى أذان الفجر. فلهذا هذه رخصة، ولهذا لما شرع هذا في أول مشروعية الصيام شق هذا على المسلمين، لأن العشاء قريب من المغرب، وقد ينعس أو ينام ثم ما يحق له أن يأتي أهله. فنزلت هذه الآية ففرح المسلمون بها فرحا شديدا. هذه الآية هي التي تحدد بداية الصوم ونهايته، وتدل بداية الصيام على أهمية السحور. السحور مشروع وهو سنة ومستحب، قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بالفتح الطعام، والسحور بالضم عملية تناول الطعام، واضح؟ قلوا إن شاء الله، إن شاء الله واضح. نعم، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على السحور. واليوم بعض الناس مع الأسف ما يدرك هذه السنة،
وبعضهم يتعشى قبل، لا تسحر ولو على تمرة ولو على كأس ماء أو كأس لبن، ولا تترك السحور، في السحور بركة. وفعلا اللي يتسحر يصبر على الجوع والعطش، واللي تجده كل يوم ما تسحر قد يصيبه مشقة بفوات بركة السحور. ما الحكم لو استيقظ الإنسان وعليه جنابة؟ ما الحكم؟ أذن عليه الفجر وعليه جنابة، لا مانع، لا يمنع من الصيام وصحة الصيام. أو طهرة الحائض قبل الفجر أو النفس، الحمد لله تغتسل وتصوم. وبعض الناس كما قلنا يتسحرون مبكرين وينامون، وهذا فيه خطأ من عدة أوجه، إنهم يصومون قبل وقت الصيام، وإنهم يتركون الصلاة صلاة الفجر ويؤخرونها عن وقتها، يؤخرونها يتركونها مع الجماعة. فليتنبه المسلم لهذا وليحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعجيل الإفطار مستحب، إذا أذن بادر بالأكل. السنة أن تفطر على رطب، الرطب تمر وبلح، هذا هو الرطب، البسر يسمونه أو البلح أو الرطب. فإن لم يتيسر الرطب تمر، وإن لم يتيسر التمر يفطر ولو على ماء، المهم أنه يفطر. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. شوفوا رحمة الله وكرمه، يحب من عباده أنهم يفرحون، أنهم يفرحون للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالله يحب أنك تأكل وأنك تتناول الفطور، فهذا أمر من السنة. وبعض الناس في الفطور مثلا يفطر في البيت ويفطر ويتعشى في وقت واحد، وهذا خلاف يعني الشرع وخلاف الصحة. الأفضل إنك تفطر على تمر وماء وعاد ما تيسر، ما نشق على الناس لو أكل له سمبوسه ولا أكل له لقيمات ولا شرب الشربة لا بأس، لكن الأفضل لصحته إنه لا يأكل إلا بعد الصلاة، فما يتعشى سوا. ولهذا بعض الناس يمدون السفر اللي فيها الرز والمفطحات المغرب، طيب هذولا متى سيصلون المغرب؟ وقد يكون هذا في بيوتهم، وقد يكون يعني يشقون حتى يعني في المساجد وفي الحرمين، والحرمان الحمد لله يعني فيها نظام في الفطور. ولهذا نحن ندعو المسلمين إلى رعاية آداب الحرم والتعاون مع القائمين على المسجد الحرام بنظافة الحرم وصيانته وحفظ النعمة وعدم رمي النوى في المطاف أو في المسعى. فليتق الله المسلمون الصائمون في مراعاة الأدب في الحرم وفي بيوت الله تبارك وتعالى. ويسن أن يدعو إذا أفطر: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره لدعوة لا ترد. ارفع يدك وأنت تفطر بعد تناول التمر، لا تشتغل بالحديث والقيل والقال مع الناس، هذه فرص ذهبية وساعات إجابة تدعو لنفسك وللمسلمين. هذه أحكام، بعض أحكام الصيام. المفسدات
باب مفسدات الصيام، مفطرات الصيام. للصيام مفطرات لازم المسلم يعرفها. أولا الجماع، من جامع أهله في نهار رمضان فإن صيامه يفسد وعليه القضاء، وعليه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فلا تعتدوها فلا تقربوها. المفطر الثاني أو المفسد الثاني إنزال المني، فمن عمل على إنزال منيه بسبب تقبيل زوجته أو لمسها أو حتى بالاستمناء والعبث بالذكر أو بتكرار النظر، من عمد إلى ذلك فإن صيامه يفسد إذا نزل منيه، وعليه القضاء فقط دون الكفارة، لأن الكفارة إنما تلزم بالجماع. لكن اللي يحتلم ما عليه شيء، يعني يغلبه الاحتلام، قام من النوم وهو محتلم ما يدري، فلا شيء عليه إن شاء الله. النائم إذا احتلم فأنزل لا شيء عليه ويتم صيامه وليس عليه قضاء. الثالث الأكل والشرب متعمد، اللي تعمد الأكل والشرب فإنه يفسد صيامه. أما من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومما يفطر الصائم يلحق بالأكل والشرب اليوم بعض الأدوية المغذية. ما حكم المفطرات عن طريق مثلا وصول الطعام إلى الجوف عن غير طريق الفم؟ في إبرة تغذي تسمى إبرة مغذية، تقوم مقام الغذاء والطعام والشراب، هذه تفطر. وفيه النوع الثاني من الإبر، هذه أدوية ليست مغذية، تسمى إبرة الوريد، هذه دواء. الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر. أو التحليل اللي يحلل مثلا، أو يضرب إبرة، قلنا إن كانت مغذية تفطر، وإن كانت دوائية لا تفطر، وهي ما يعرف عند أهل العلم سابقا بالسعوطي أو الوجوري، إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، فهذا يفطر. أو أخذ المغذي، أو كان سحب الدم منه كثير فإنه يؤثر على صيامه. أما اللي حلل مثل السكر وخزه بالأصبع فهذه الصحيح أنها لا تفطر. القطرة في العين، القطرة في الإذن، هل تفطر أو لا تفطر؟ قولان لأهل العلم، والصحيح الذي عليه المحققون أنها لا تفطر، لأننا اتفقنا أن الضابط هو الذي يغذي أو ما يقوم مقام الغذاء ومقام الطعام والشراب. وهنا القطرة فقط لضبط مثلا سلامة العين، وهل العين والأنف مدخل ومنفذ للجوف أو لا؟ وحتى لو كان منفذا فهل الذي نفذ طعاما أو دواء؟ هذا كلام كثير لأهل العلم، الذي يترجح والله أعلم أنه لا يفطر إلا المغذي، ما وصل إلى المعدة وكان مغذيا قام مقام الأكل والشرب. أما غيره من الأدوية وحتى القطرات فالصحيح أنها لا تؤثر. ومع هذا
نقول إذا استطعت أيها المريض أن تجعلها في المساء فهو أحوط لك وأبعد عن الشبهة. الحجامة من المفطرات الحجامة، فمن أفطر بالحجامة أو فصل أو سحب الدم ليتبرع إذا كان كثير فإنه يفطر، أما إذا كان قليل واخزه بالإبرة فلا يؤثر إن شاء الله على الصيام. والرعاف، الرعاف أو الجرح أو اللي يخلع سنه ويخرج منه دم يسير أيضا لا يؤثر إن شاء الله. ومن المفطرات التقيؤ عمدا، يدخل إصبعه في فمه ليتقيأ. قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه أو غلبه القيء أفطر، أما إذا كان بدون اختياره فلا يؤثر. بعض الناس ما شاء الله في السحور يكثر الأكل ثم يعني تكون معدته قد دخل فيها أكثر من طاقتها فيتقي، هذا إن شاء الله صيامه لا يتأثر. قال: ينبغي للصائم أن يتجنب الاكتحال ومداواة العينين بالقطرات أو بغيرها، محافظة على صيامها. الصحيح أنه لا يؤثر القطرة ولا الكحل، ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. قال عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. السواك يأثر ولا ما يأثر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يؤثر، بل إنه مستحب. وذهب الحنابلة إلى أن وقته إلى الظهر فقط، والصواب أنه جائز في كل الوقت، أول النهار وآخره على الصحيح. لو طار إلى حلقه ذباب أو دخل غبار أو بخور لا يؤثر على صيامه إن شاء الله. وينبغي للصائم أن يجتنب المفطرات الحسية والمعنوية، ويحذر هالجوالات اليوم اللي تضيع الأوقات ولا يتابع ولا يقعد يغرد. هو صيام رمضان ونجلس نتغرد، ولا يجيب اللابتوب والحاسوب ويقعد يتابع مواقع التواصل؟ أي صيام هذا؟ أين قراءة القرآن؟ أين ختم القرآن في كل 3 أيام؟ أين شو ضبط الوقت؟ فليتنبه المسلمون لمثل هذا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم ببلوغ شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.